سمية وحشة الناس كلها. ربنا يخليك. قبل أي حاجة أنا عايز أعرف غيبتي ليه كده؟ غيبة طويلة يعني ما نتكلمش فيها. المهم إن إحنا موجودين. موجودين بإيه؟ موجودين بألبوم جديد إن شاء الله إنتاج شركة بوم بوكس، وبنبتدي أهو بأول حاجة في الألبوم غنوة متغيرة، وإنتوا النهاردة حاضرين معانا التصوير. الغنوة إن شاء الله يعني معمولة بطريقة مختلفة، إن شاء الله تعجب الناس كلها يا رب. طب إيه اللي متغير فيكي بقى وبتغني له متغير؟ اللي متغيرة مش متغيرة في أنا، متغيرة في يعني هي نصيحة أكتر لكل بنت وكل ست، بعيد بقى عن الحب والهجر والخيانة والكلام ده كله. فقررت كده إيه الواحد يعمل نصيحة حلوة لله. تمام. الفنانين شوية لما بيبعدوا عن الساحة وبيرجعوا مكانهم بيفضل موجود، ولا نقدر نقول إن التطورات السريعة دي بتخليهم كأنهم بيبدأوا من جديد؟ أنا كنت عايشة في صراع قبل ما أرجع بالموضوع ده، بس الحمد لله ربنا كان بيديني يعني علامات كده لي أنا، إنه ممكن تكون أنت مش موجود في التلفزيون ولا حفلاتك كتير، بس أكبر دليل إن أنت موجود الناس اللي في الشارع. لما بقى ماشي ألاقي العربية دي مشغلاني، والتاكسي ده مشغلني، والميكروباص ده مشغلني، والتوك توك ده مشغلني، يبقى أنا عايشة. فالحمد لله ده كان ده اللي بيديني طاقة، ده الحقيقة. لا هي بالفيو ولا بكم مليون على اليوتيوب ولا أي حاجة من دي قد الناس الحقيقية بتسمعك ولا لأ، لأن ده الاختيار، هم اختاروا يشغلوك. فالحمد لله يعني اللي جاي أقوى إن شاء الله.